e-commerce, e-finance, e-wa. دائما مع الموضوع اللي خصنا ليه الاسبوع كله ديال التجاره من انترنت اي كوميرس اي تجاره. غادي نتكلموا اليوم على العقد اللي كنمضيوه او كنكليكيوه. غنتكلموا على العلاقه اللي ما بين المشتري اللي هو انا والموقع اللي غادي يبيع ليا المنتوجات، واكثريه غنتكلموا على الشروط اللي كاينه في العقد، حيت بمجرد ما كنكليكيو يعني كنقبلوا كل شيء. نشوفوا هاد الشروط واش قابلينها كل زعما. كل مره في البرنامج ديالنا ملي كنتكلموا على الشراء كنقولوا خاصنا ولا بدا نقراو العقد. كثير من الناس ما كيقراوش هذاك العقد لا في الحياه العاديه ديالهم ولا في انترنت، لان الشراء في انترنت كاين عقد وكنكليكي عليه. الا شفت مزيان وتمعنت مزيان في العقد غنلقى بان الشروط ديالو في صالح البائع ماشي في صالح المشتري، واكثريه ملي كيوقع المشكل. نبداو نشوفوا بعض المشاكل اللي كتبدا من الصور. انترنت، المنتوج معروض في الأورديناتور ديالي بألوان جذابة والحجم كبير إلى آخره. كليكيت خلصت وصلني المنتوج، ماشي هو، لا هو في الحجم ولا في الجودة ولا حتى في اللون. إيوا شنو المعمول؟ نشكي الأورديناتور. هنا غنرجعوا للكونترا، حيت إلا قرينا مزيان الكونترا مكتوب فيها بأن إلا درتي كليك يعني قابل كل الشروط، والشروط كتقول الصور اللي شتوها فهي غير نموذج، ماشي هي اللي غتشريو، او ماشي واجب علينا نبيعوا لكم اللي في الصوره، غادي نبيعوا لكم اللي بغينا حنايا واللي عندنا واللي دايرين ليه الثمن ديالنا اللي كيناسبنا حنا، حيت كيف قلت العقد مكتوب لصالح البائع ماشي لصالح المشتري، حيت الشروط اللي مكتوبه في العقد فهي كيف قلت قبيله لصالح الموقع البائع ماشي للشاري. ملي كنبرك على الاورديناتور كنقول ليه قبلت، راني قبلت كل الشروط، والشروط كتقول بان الصور فهي كنموذج غير باش تشوفوها وتاخذوا المثال، اما داكشي اللي غتشريوه راه ماشي هو هذاك. كونوا واضحين، حنا ماشي في البرنامج ديالنا ضد التجاره اللي جاتنا من انترنت، اي كوميرس اي تجاره ما كاين حتى مشكل، غير اي تجاره تمشي معها اي كونترا اي واضحه، وهكذا غتستهلك ايوا ما تهلكش.